بدأنا رحلتنا في السويس، توجهنا إلى قصر محمد علي. شوف يا سيدي، الكتب بتقول، على فكرة مدينة السويس معمول عنها دراسات كتير جدا وماجستير ودكتوراه، لأنها بلد عريقة جدا، يعني محافظة عريقة جدا. بنتكلم يعني روح مثلا 3000 أو 2500 سنة قبل الميلاد، يعني لما تجمع دول مع دول اللي بنتكلم فيه أكتر من 4000 سنة ونص وكتير. يعني في كتب التاريخ العالمية دايما لما يعملوا كتب تلاقي مصر موجودة، يعني دايما تلاقي مصر في معظم الكتب لأنها عريقة جدا وقديمة جدا ومؤثرة جدا في وسط العالم. ولما تلاقي مصر موجودة لازم تلاقي السويس كمان في 90% من الإشارات لمصر تلاقي السويس، وليها تسميات كثيرة منها القلزم. لكن لما تلاقي السويس يقول لك لازم تروح قصر محمد علي، فاحنا جينا قصر محمد علي. لكن الحقيقة مش في استطاعتنا ان احنا ندخل، لانه هو دخول امن وكل شيء مستقر، بس في شوية ملاحظات قالها لي الاستاذ ابراهيم. قال لي ان ممكن اي اوضة تخشها تقع عليك، حاجة بسيطة يعني. اتنين، في تعابين في كل حتة، ده كلام الاستاذ ابراهيم اللي هو مسؤول الاثار. وبعدين في خفافيش، فاللي عايز يتفرج على القصر من جوه يجي يتفرج، احنا هنعمله من بره. بما ان القصر زي ما قلت لكم امن جدا، مفيهوش غير خفافيش وتعابين وانه يقع في اي لحظه اي اوضه طبقا لقول المسؤول بتاع الاثار، فاحنا ايه هنحكي من بره. القصر ده ليه حكايه مهمه جدا. لما جه محمد علي، انا حكيت لكم تفاصيل شويه كتير من فتره حكم محمد علي، الحلو والوحش حكينا منه حاجات. لما جه محمد علي كان الحكم طبعا الحمله الفرنسيه خرجت سنه 7 وحكم 5 1805، والجيش بتاعه مقلق شويه، جماعه الالبان بتوعه دول وقلقان منهم، وعايز يعمل حاجه كده مهمه، وعايز يعني ترتبط علاقته بالعثمانيين، لانه الامبراطوريه هو مش مرتاح لهم قوي، لانه خد الحكم تقريبا فرضا كده، الشعب اختاره قال هو دوت. وكمان حتى مشايخ بتاع ليهم اراء وليهم بتاع، هو يعني مخنوق والمماليك، فعايز يعمل حاجه. فجاله الفرج في شبه الجزيرة العربية، فيه الوهابيين وبيعملوا دولة، من يستطيع السيطرة على المكان ده؟ بعتوا والد مش معرفش، ولي بقى من قبل الدولة العثمانية، بعتوا بتاع مش عارف مين، بعتوا ثلاث قوات كبار فشلوا. فقالوا لمحمد علي، فقرر محمد علي أن ينجز هذه المهمة. ضرب 900 عصفور بحجر واحد، ايه هو؟ انه يستولي على او يسترد، خليها نقول يسترد الاماكن الشريفة والمقدسة، المكة والمدينة. قلت لكم بقى انه ايه؟ انه ضرب 30 40 عصفور بحجر واحد. كان معلم محمد علي برضه، معلم كويس يعني. خلي بالك الحياه دائما رجال. رجال يعني مش بقول رجال يعني رجاله. يعني صناع تاريخ سواء رجال او نساء ليهم حاجات كويسه وليهم حاجات وحشه، لازم كده. شوف بقى يا سيدي. محمد علي كان معرض ليه حاجات كتير، قلتها لكم انا في الاول. فلما بقى قالوا له روح شوف ايه الوهابيين دول اللي في جزيره العرب، لقى دي فرصه ذهبيه وبدا. هيعمل ايه؟ هيطلع من سيناء
ويلف كده وينزل على السعوديه صعبه، ده عايز يروح مكه والمدينه. خلي بالك دايما، خلي بالك نحن العامه دايما يضحكوا علينا. يضحكوا علينا ازاي؟ بالاشياء المقدسه اللي احنا بنحبها جدا. فقال لك انا لو خدت دوت هسيطر سيطره كبيره في المنطقه كلها، لو خدت المكانين دول. طب يروح لهم ازاي؟ لك اروح بالبحر. بحر يا عم الحاج، ده انت ما عندكش حاجه ولا سفينه يحارب بيها. فقرر، وده بقى كان قرار مهم، ان انشاء اول اسطول بحري عسكري مصري. مصري صحيح كان بيجيب الخشب والحاجات من تركيا، لكن قال احنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الحاجات من تركيا على البحر المتوسط تنزل اسكندريه، وبعدين تيجي على منطقه اسمها بولاق يصنعوا السفن هناك. هناك مصانع سفن عظيمه بدات. طب وبعدين هيودوها ازاي السويس؟ مسافه كبيره. قال لك هنوديها على الجمال والحمير والحصانه 18,000 من الـ 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 الخيول او تقدر تسميها الحيوانات اللي شالوا عليها اجزاء السفن جابوها هنا في السويس، هنا في الحته دي قريب من هنا. تصدق ان هو في شهرين كانوا بيعملوا ايه بقى؟ يكتبوا على قطعه قطعه، يعني يعملوا السفينه تمام؟ وبعدين يفكوها، وبعدين يكتبوا قطعه دي رقم 3، دي رقم 4، دي رقم 7، دي رقم في السفينه الفلانيه. ويجيبوها هنا. طبعا عمال كتير جدا من جنسيات كتير، اروام ومصريين شهرين استطاع محمد علي انه يعمل 18 سفينه، ده زمان اسطول كبير جدا، عشان ينزلوا البحر الاحمر خليج السويس يخشوا، وفعلا كان له مكان. لكن في اثناء ما هو مشغول بقى جه هنا هو، فراح باني البيت ده. سنه كام؟ ده كان قصر لما اتبنى. سنه كام؟ 9 في حدود 10، لان هي دي بدات المعركه في 8، يعني في السنين دي. مش ضروري يعني السنين تبقى بالتحديد. سنة 11، سنة 10، لأنه بدأ الحملة بدأت من 10، يعني بدأ التخطيط ليها. بس يا سيدي، وهو بقى بيشتغل وبيرتب معاه بقى إبراهيم باشا ابنه وتوسن باشا ابنه برضه، قوات بتوعه بيخططوا بقى هيعملوا إيه ويسووا إيه. قالوا له الحق، ده المماليك سمعوا إنك مشغول في السويس ورايح هنا، وهينزلوا ياخدوا القاهرة. وفي مؤامرات ودسائس. عمل حاجه غريبه جدا. تعرف محمد علي الكتب بتصفه انه كان قصير، مش كانش يعني، وكان مليان كده. المهم قرر محمد علي انه يرجع القاهره باسرع ما يمكن. فكلموا له طياره، كانت الطيارات مشغوله، هليكوبتر، ما فيش هليكوبتر، راح راكب الجمل ووصل القاهره في 18 ساعه. خد جمل تمام، وطير بالجمل، والوادر يا عيني الجندي اللي معاه ماسك الجمل بتاعه، ماسك الجمل وهو مطير 18 ساعة بالظبط من هنا إلى دخول محمد علي القاهرة. طبعا الولد اللي معاه العسكري أو الجندي أو البتاع، على ما وصل القصر أول ما وصل وقع مات، كنت بتقول كده. لكن محمد علي وصل، المماليك اتخضوا قالوا ده إيه ده؟ ده جه ده وحصل بقى القصة اللي أنتوا عارفينها. هو ضحك على المماليك بقى، قال لهم إن كأنه مش عارف حاجة، عمل نفسه عبيط. بتقول الكتب إنه كمان اتضرب برصاصة وهو ماشي، جت في هدومه كده. برضه قال كتموا على الخبر لغاية ما عمل مذبحة المماليك اللي أنتوا عارفينها في سنة 11. ورجع يقود الحملة من هنا. إبراهيم باشا، توسن باشا، محمد علي باشا. من هذا المنزل أديرت الحملة اللي استمرت حسب ما بتقول الروايات لسنة 18، 1818. ومن هنا بقى بدأ، مش من 18، من قبلها طبعا، بس بدأ بقى تثبيت دعائم مصر الحديثة على إيد محمد علي. بقى أنت طور الحال بالقصر بقى. شوف بقى سيدي، في حاجة اسمها لقب محافظ. دي من الأماكن اللي شهدت أول لقب محافظ. كان زمان لما مثلا واحد يبقى مسؤول عن الشرقيه كلها فيقولوا مدير مديريه الشرقيه. انما مناطق الصغور، ايه الصغور يعني؟ اللي هي ممكن تخش تغزى منها البلد، يعني اسكندريه، رشيد،
ما كانش لسه في بورسعيد، بس في اسمها الفارما يعني، وكده ثغور يمسكها محافظ. ايه بقى صفات المحافظ؟ انه يكون رجل عسكري، زي ما احنا دلوقتي كل المحافظات الحدوديه بتفضل الدوله ان يكون المسؤول عنها محافظ عسكري عشان يقدر يدافع، لان زمان بقى كان غير دلوقتي. زمان كان ممكن تحصل حرب هنا في السويس، وعلى ما يعرفوا في القاهره يكون وقت في وقت كنت الجيوش دخلت وحاجات زي كده. فكان عندنا محافظ اسكندريه، محافظ السويس، محافظ القاهره، حاجات زي كده. ده اول لقب محافظ كان من الاماكن اللي شهدت اللقب ده. كانوا خمس ست محافظات اللي هي محافظات الثغور اللي بيسموها كده. فتحول القصر زي ما انتم شايفين مع الوقت الى والى 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 والى، لانه العين راحت فين؟ العين راحت بورسعيد، حيث بقى ايه بدا المجد المصري الكبير. بدا سنه 54 اول اتفاقيه لقناه السويس، وبعدين 56 اتفاقيه ثانيه، وبعدين 59 بدا العمل، و69 افتتحت القناه، وظلت بقى السويس مدينه الماضي الجميل اللي هنحكي لكم عنها طول ما احنا بنتمشى فيها، ومدينه الحياه الصعبه رغم البطولات ورغم الانتصارات ورغم المواقف التاريخيه التي لا يستطيع احد ابدا ان ينكرها، الا انها ظلت محافظه الحياه الصعبه حتى انها سميت ببلد الغريب.